طب انا هدي لك بقى من ده كتير. خش عليا. بص برضه نموذج رياضي ملهم جدا ونسائي، هو طبعا يعني اسم كبير ولمع يعني زي ما حضراتكم عارفين في عالم التنس، ميار شريف لاعبه المنتخب الوطني للتنس والمصنفه 50 عالميا، النهارده هتواجه ناظرتها الاوكرانيه والمصنفه 59 عالميا، ده ضمن منافسات طبعا الدور الاول من بطوله رولان جاروس للتنس، واللي هي برضه تعتبر او تاني بطولات الجراند سلام زي ما حضراتكم عارفين، بتعتبر خليني اقول لكم برضه يعني ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ بتدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في تصنيف محترفات التنس، وهي كمان أول لاعبة مصرية في التاريخ بتشارك في الأولمبياد طبعا طوكيو 2020، فبنتمنى لها كل التوفيق، اسم كبير وليها مستقبل إن شاء الله كبير جدا، فأدينا هو مزيد ومزيد زي ما أنت بتقول. طبعا عندنا أسماء كتيرة جدا كمان، منهم كتير من بنات النادي الأهلي يعني زي هنا جودة في البينج بونج أو تنس الطاولة، ليها كلنا يعني حتى الناس اللي من مش مالهمش علاقه خالص بالنادي الاهلي بيتحدثوا قد ايه دي زي ما بيتقال كده كادر كويس جدا، ان شاء الله يرفع اسم مصر في محافل دوليه مختلفه، لما كمان من دلوقتي هي اوريدي بتعمل ده من دلوقتي طبعا، ليها سنوات لسه كتيره.